فيلم دالتون لهيثم دوخو من الكلية المتعددة الاختصاصات بورزة ذات ينال جائزة أحسن فيلم خلال مسابقة الأفلام القصيرة لطلبة مدارس السينما بالمغرب في إطار الدورة 14 لمهرجان مراكش السينمائي. الفيلم يحكي قصة شاب في 20 من عمره يدعى آدم ويأمل في الالتحاق بمدرسة فنون الجرافيك، ولكن يكتشف خلال مباراة الورود أنه غير قادر على التمييز بين الألوان. باش تاخذ لو بري ديال المهرجان الدولي لمراكش وتطلع في خشبه بحال هذيك قدام لجنه التحكيم اللي تتكون من مخرجين وممثلين دوليين اللي كرموا الفيلم ديالك اللي اختاروا الفيلم ديالك انه يكون هو الفائز، يعني هذا حلم كنت نحلمه مني كنت صغير ووصل. المسابقه التي تنظم المره الخامسه في المهرجان عرفت مشاركه 10 افلام تمثل مؤسسات مختلفه للتكوين في المهنه السينمائيه، هي بالاضافه الى الفيلم الفائز افلام 1920 ودوما خارج المدينه فابيولاري ووداع عن السينما. ويجري تدبير مبلغ الجائزة من قبل مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم مراكش التي ترافق عملية إخراج الفيلم في غضون 3 سنوات من خلال متابعة مختلف أطواره.